اشتداد الهطولات المطرية جنوب غرب المملكة ورياح مثيرة للغبار في مناطق عدة، وإلى التفاصيل. يتوقع بمشيئة الله أن يتزايد تأثر المناطق الجنوبية الغربية من المملكة يومي الجمعة والسبت بالأحوال الجوية الغير مستقرة، بحيث يتجدد نشاط السحب الركامية في ساعات ما بعد الظهر والمساء على مرتفعات جازان وعسير والباحة والسفوح الشرقية من هذه المرتفعات، بالإضافة إلى الأجزاء الغربية من منطقة نجران. وتترافق السحب بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانا وتساقط لحبات من البرد، مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب في مناطق عدة. يتزامن ذلك مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة في شمال المملكة، ونشاط لسرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار على تلك المناطق، بحيث يكون الطقس حارا نهارا على معظم المناطق ومغبرا على أجزاء مختلفة من شمال وشرق المملكة. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.